مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى الكومي اعلنت اليوم تعيين الكابتن ايمن الجمل نجم الفريق السابق مديرا للكره بالنادي خلفا للكابتن حسني عبد ربه. الكابتن ايمن بدا مهمته مع الفريق بحضور مران اليوم وطلب من اللاعبين مسانده المدير الفني الاسباني خوان كارلوس جاريدو لاستعاده الانتصارات مره اخرى. لسه الاسماعيلي ما فيش انتصارات ودايما حاجه تزعل. انا بصراحه كنت متوسم خير جدا ان الاسماعيلي بدايته السنه دي تبقى غير بدايه الموسمين اللي فاتوا، بس لسه الاسماعيلي بيستكشف نفسه. ما فيش حد ما يحبش الاسماعيلي، النادي اللي يجتمع عليه الجميع، كل الناس تحب الاسماعيلي بحكم ذكريات عظيمه النادي الاسماعيلي واساطير ونجوم كبيره لعبوا للنادي الاسماعيلي. واحد من ابرز هؤلاء النجوم الاسماء الكبيره في تاريخ النادي الاسماعيلي هو الكابتن ايمن الجمل مدير الكره الحالي بالنادي الاسماعيلي. يا كابتن ايمن مشرف ومنور. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك ومساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين. يعني بهنيك على المسؤوليه الحلوه والصعبه في نفس التوقيت، طبعا مسؤوليه كبيره وجميله انك تبقى موجود في الاسماعيلي مره اخرى، ولكن مسؤوليه صعبه بكل تاكيد في الظروف الحاليه. يعني طبعا الله يبارك فيك وربنا يعيننا ان شاء الله، ويعني حتى لو في امور يعني بتبان ان هي صعبه شويه ان شاء الله مع التنظيم مع الشغل مع الاجتهاد ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر نتخطى اي صعاب ان شاء الله. حديثك اليوم للاعبين في اول يوم تلتقي فيه اللاعبين في التدريبات وتسلمك للمهمه الجديده. لا هو ما قدرش، ما فيش حديث بيني وبين اللعيبه الحقيقه ولا اجتماع حصل بيني وبين اللعيبه. انا كان بس مجرد بس بعض عبارات الترحيب الفرديه بيني وبين بعض اللعيبه، لكن ما حصلش اجتماع مباشر بيني وبين اللعيبه يعني. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اتفضل يا فندم. النقطة الثانية الكلام اللي دار كان بيني وبين المدير الفني والجهاز الفني الجهاز الإداري إن يعني إن إحنا جايين بنساعد بندعم بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحل المشاكل أو ما نصدرش مشاكل، بحيث إن يبقى يعني يبقى المدير الفني يعني ذهنه صافي جدا جدا للملعب بس مع اللعيبة إن شاء الله. وأنا متفائل خير إن شاء الله المرحلة الجاية ونقدر ان شاء الله نسعد الجماهير ان شاء الله. طيب متفائل كتير الفتره اللي جايه، اول مباراتين كان فيهم تعثر للنادي الاسماعيلي، الشغل اللي بيعمله الاسماعيلي دلوقتي عشان يرجع مع بدايه الدوري او استئناف الدوري بشكل افضل، ايه اللي بيحصل دلوقتي في الاسماعيلي عشان الجماهير تتفائل وتبقى مبسوطه زيك كابتن ايمن؟ يعني انا تاني بقول لحضرتك الامور الفنيه خاصه بالجهاز الفني خاصه مستر جيد، وان شاء الله ربنا يوفقه مدرب كبير واسمه كبير طبعا، ويقدر ان شاء الله يعمل حاجه كويسه للنادي مع اللعيبه المميزه اللي موجوده جوه النادي. انا طبعا اول يوم النهارده بشتغل بعض الملفات اللي موجوده المطروحه اعلاميا او اللي الناس كلها عارفاها، بحاول ان شاء الله مش انا كايمن الجمل، لا احنا كلنا كمنظومه بنحاول نتعامل معاها. بس انا بس يعني حابب بس اقول نقطه ان كل انديه العالم عندها مشاكل، مش النادي الاسماعيلي بس اللي عنده مشاكل، كل انديه العالم عندها مشاكل. ايوه يا كابتن ايمن، بس طولت عشان كده جماهير الاسماعيلي زعلانه. احنا بنتكلم في تقريبا ده الموسم الثالث اهو على التوالي، ولسه الدنيا احنا متعودين على الاسماعيلي على الاسماعيلي في القمه مش فريق يسارع الهبوط. كابتن كريم انا مش بتكلم دلوقتي مش بتكلم دلوقتي على المشاكل الفنيه اللي هو النادي الاسماعيلي بيتكلم فيه، هو كان بقى له سنتين ثلاثه موجود في مكان مش مكانه في الجدول. انا مش بتكلم دلوقتي على النقطه دي، انا بتكلم على الحاجات المطروحه مؤخرا. انا بتكلم على الوقت اللي انا داخل فيه. انا تاني بقول ان حتى لو بعض المشاكل الموجوده على الساحه او المطروحه على الساحه اللي الناس شايفاها، فانا بس عايز اقول ان كل ما عندها مشاكل سواء كانت المشاكل دي مشاكل كبيره او مشاكل صغيره، اعتقد ان هي لو اتدرست بشكل كويس واتحطت في الاطار المناسب لا نقدر نتعامل معاها وان شاء الله نقدر نحلها. طبعا اول ملف قدامك واصعب ملف هو ملف عبد الرحمن مجدي. يعني انا مش عايز اخصص حد، لكن تاني بقول لحضرتك ان الامور انت بتتعامل مع المشكله بحجمها وبطبيعتها. في امور تاني بقول لحضرتك تاني في امور مجرد ان انت هتحطها جوه اللائحه تحت بريد معينه هتتحل. انا مش جاي اخترع، انا مش جاي الف، لا انا في حاجات طبيعيه جدا جدا بتحصل طبيعيه بتتحل الامور بشكل طبيعي طالما حطيتها تحت لوائح تحت بنود معينه. وفي امور بتتعامل معاها بطبيعتها بحجمها. لو قدرنا نرتب الكلام دوت وقدرنا نتعامل بالممكن نتعامل بالمتاح، لا اعتقد ان شاء الله ان احنا ممكن نحل معظم المشاكل ان ما كانش كلها ان شاء الله. يعني ان شاء الله. كابتن ايمن الجمل مدير الكره بالنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك يا رب كل التوفيق في مهمتك الجديده مديرا للكره بالنادي الاسماعيلي.
ماشي. حالته حاله الاسماعيلي والله، الواحد نفسه الحال يتحسن بعد رحيل الكابتن حسن عبد ربه. كان المهندس يحيى الكومي رئيس النادي قال انه مش هيبقى فيه مدير كره للنادي الاسماعيلي مره اخرى، وتراجع عن هذا الامر وعين الكابتن ايمن الجمل. لعله خير، لعله خير والامور تنصلح داخل النادي الاسماعيلي وتهدأ وتهدأ. فيش فريق بينجح او نادي بينجح وما عندوش هدوء، في دوشه وفي شوشره وفي مشاكل وفي خناقات وفي مستحقات وفي لعيب عايز تمشي، ما فيش الدوشه دي ما تخليش نادي ينجح ابدا. ان شاء الله خير.